معاكوا ايه؟ معايا بطاطين ومعونات. اللي بتطلع في التلفزيون صح؟ ايوه يا باشا. اتفضل يا سلام. ماشي اتفضل. ربنا معاك. شكرا يا باشا. شوية شاي 5 معالق سكر ونبه. ايه ده يا باشا؟ الو انت فين؟ ايوه يا باشا انا في الاول اتفقنا عليها. خليك مكانك. ما تحركش يا باشا. خليك مكانك. مع الف سلامة يا باشا. تروح تجيبوه 9:30 يبقى قدامي. تمام يا راجل. ازيك يا عم شكري؟ الله يسلمك يا دكتوره. مارتن سيف. سيف باشا ما جاش يا فندم، واضح ان عنده مشكله. مشكله ايه خير؟ بنت مدام حاله اتخطفت. ايه؟ ايوه يا فندم. في حد كلمها على الموبايل وعم ابراهيم بيقول ان هي راحت لسيف باشا البيت. دي مش مشكله، دي مصيبه. حول الله يا رب. اقرا الكارت ده والنبي يا شكري. ده العقيد حمدي. يعني النمره مظبوطه. ايوه يا عم ابراهيم. انا لازم اروح لها. مش هينفع سيبك. أنا هاجي معاكي. طيب يلا. اتفضلي. حبيبتي عاملة إيه؟ احنا معاكي، هنفضل معاكي لغايه لما تطمني عليها ان شاء الله. شكرا. هو سيف قال لك ايه؟ بيكلم ناس. ربنا يسهل. رفيق. ايوه. من فضلك اطلع عند سيف فوق وشوف كلم مين وعمل ايه. اشوف سيف بس يعني انا خايف ما يعرفنيش ولا حاجه. يا رفيق اتصرف، اطلع شوف يكون عمل ايه. ماشي ماشي بعد اذنكم. مساء الخير رفيق. رفيق مين؟ دكتور رفيق، زميل دكتورة عليا أخت حضرتك. هي مع مدام اسمها إيه؟ مدام إيه؟ حلا. أيوة مدام حلا، وقالت لي يعني أروح أشوف حضرتك لو محتاج أي مساعدة، يعني أنا في الخدمة. مش فاهم، أنت وصلتها من الجامعة يعني؟ لا 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 لا، إحنا أساساً كنا جايين نشوف سيادتك علشان ال أنا كنت معاها في الكافيه، وبعد كده قالوا لنا إن بنت مدام حالة يعني حصل لها اللي حصل. ماشي 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 اتفضل. ماشي اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. ايوه خد يا ريس. ارجع. ايه
اسف جدا اننا اتقابلنا في ظرف زي ده. واضح يعني كده ان سيادتك جلجان بسبب البنت اللي اتخطفت. اكيد. طب حضرتك بلغت الشرطه؟ ايوه. طب ما فيش اي حاجه، اي حاجه يعني الواحد ممكن يعملها؟ لا. واضح يعني ان حضرتك يعني متوتر، وانا مش عايز اشغل حضرتك اكتر من كده. و معلش يعني انا اسف، هو حضرتك بتقرا الكتاب ده؟ كتاب ايه ده يا ابني اللي اقراه؟ كتاب ايه؟ كتاب اشهر 50 خرافه في علم النفس. ايوه، بخلي حد يقراه لي. اه طيب، استاذن حضرتك اني. لا 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 والله خليك زي ما انت، اني اللي هفتح بعد اذنك. ايه الاخبار يا رفيق؟ تمام. ازيك يا سيف؟ ازيك يا عليا؟ اتفضلي. انا كنت عند حالة دلوقتي. سيف، سيف كنت عاوز اسالك على حاجه، بس بليز ما تزعلش مني. خير؟ انا عارفه ان اللي هقوله ده احتمال ضعيف جدا، بس هو مش ممكن تكون دي حركه عاملينها علشان يدفعوك فلوس؟ عاملينها؟ اه، حاله عاملاها. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ هو انت مش ظابط والمفروض تشطب على كل الاحتمالات؟ انا عارفه ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام مش معقول، بس مين عارف، هي لسه قايله لي دلوقتي انهم طالبين منها فلوس علشان يرجعوا البنت. ممكن يكون جوزها الاولاني هو اللي خطفها بالاتفاق معاها. اشطب على الاحتمال ده بس بعد ما تفكر فيه على الاقل. انا اسفه يا سيف، ما تزعلش، بس انت عارفني. اللي بتقوليه ده كلام فارغ، اللي خطف البنت مجرم معروف وله سوابق في الموضوع ده. وهي حالة حالتها ايه يعني عشان يطلبوا منها فدية؟ حالتها اللي حالتها بقى، نصيبها كده. لما نبقى نمسك الراجل هنبقى نسأله. طيب انا هروح اقعد معاه شوية. لا سيبيها، انا احتملت شوية كده واخدها وننزل الاسم نتابع من هناك. روح انت. طيب. طب بعد اذنك يا سيف باشا. بعد اذن سيادتك. بعد اذنك يا باشا. سلام. سلام.